جريو 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 اخوتي العزاز، جريو تسمعوا المصائب الكحله، جريو تسمعوا الكوارث المكورته، جريو تسمعوا داكشي اللي عمركم سمعتوه، اسرار خطيره، كواليس صادمه، قسما بالله اخوتي تسمعوا داكشي اللي سمعت وتعرفوا داكشي اللي عرفت لقيتو قلتو كلونا ولا وكلونا، عمركم ما تقولوا كلونا. هادشي اللي غادي نقول لكم في هذا الفيديو، عمركم ما غادي تقول لنا وكلونا ولا كلونا ولا حقت ضامنوا مع فلان ولا كلونا فرتلان ولا كلونا فلانه ولا هادشي خاص حيدوه، زيرو عاطفه. انا كنقول لكم اخوتي باش ما تضربوش بمقله من بعد القوج يعدي لا ضربنا بمقله لا حاجه كنا غالطين فلانه الا كنا غالطين فلان. انا غنقول لكم شنو واقع اخوتي في الكواليس واشنو داكشي اللي توصلت به والشهاده لله، راه ما غنجي مع حتى شي واحد. السلام عليكم اخوتي الاعزاء، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه نتوما والناس اللي عزاز عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اللايكات ديالكم ودوروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء والله يخليكم ليا تاج فوق راسي احلى متابعين. ما صورتش معاكم مول البارح والبارح، راه غا من طلامت غتعرفوني فين، غا من طلامت غتعرفوني فين. جيت اخوتي العروبيه عاد مالين الدار، راكم عارفين ضروري مره نجي نشوف مالين الدار، منلقى شي وقيته هكا كنجي نشوف مالين الدار ونيت نحيد داك الستريس ديال المدينه وداك التعب ديال المدينه، راكم عارفين اخوتي. ومن نيت نشوف الوالده والاخت ديالي والاخ ديالي ونجلس معاهم واحد شويه في العروبيه، ناخذ واحد الطاقه ايجابيه. تقهرت بالطاقه السلبيه ديال صحاب اليوتيوب، تقهرت بقال قلت شوفوا زهير راجع لسويسرا، زهير غادي يرجع لسويسرا، غادي يرجع عقلو على كلامي. الناس اللي كيقول لي في التعاليق تما هو زهير ولا عنده جمهور، تا هو يلاه السيد حل القناه غا البارح ولاو المتابعين تا هما كلنا زهير كلنا زهير كلنا فلانه، حيدوا ديك اللغه ديال الضد حقك ضد في العاقه غنضامنوا مع الشر كبئتي ضد فيها. لا خوتي خاص واحد يكون حقاني، كل واحد نعطيو حقه، حيت كون سمعتوا داكشي اللي سمعت انا ما غتبقاوش تقولوا كلون. انا طاح لي العجب والله، لا طاح لي العجب ملي شتو كيهضر بداك التمسكينه وكيفاش انا يا راه ما كاينش اللي مسحور قدي انا وما كاينش اللي مسحور قدكم نتوما المتابعين اللي كتقولوا كلنا. والسيد حل القناه غا البارح ولا يقولوا لا ضامنوا مع فلان، خاص لي ضامن معاكم نتوما خاص لي ضامن معاكم. هذاك راه اخطر منه ما كاين، هذاك النمرود هذاك نيفسبسي هذاك راه اخطر منه ما كاين، قسما بالله ما كاينش سحور، السحور ما كاينش سحور، هذاك ساحر الادسنس، هذاك راكم تعرفوش في الخاص راه اكبر ممثل هو هذاك النمرود هذاك البيلو واش نسميه قاعد يضربوا لي الفيديو. وتصوروا صوروا الاسرار اللي كيخرج هذاك، انا حنا صحاب القنوات راه كنا كنقول لكم الكواليس ديالو السيد شميكيرو الشر بئاتي كذا كذا كذا، ملي خرج السيد الله راه قلت لكم بعض المرات راه ما كتعرفوش شي واحد حقيقته، ثم كتشوفوا غاديك 8 دقائق ولا 10 دقائق في الفيديو كتحكموا عليه، ما كتعرفوش الخبايا ديالو والاتصالات ديالو. تصوروا واحد متابعه هضرت معايا البارح، راه داكشي راه الهربه 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 الهربه، ما يمكنش راه ما يمكنش، هي ما صيفطاتش ليا بنقول لك صيفطات ليا اوديو ولا ما صيفطات ليا اوديو، ما صيفطات ليا مكالمه ديالو، سمعتني هي ما تيقاش، خايفه قالت لك من الطلاق، خايفه من راجلها، ما فهمتش انا هاد العيالات اللي مزوجين وكيتواصلوا مع شي واحد اخر مزوج حق بغيت غنفضح العاقه، اختي شداك تواصلي معاه من الاخر، واخا جبتي لي المعلومات هادشي ما تواصليش مع واحد راجل مزوج، سمحي لي درتي غلط كبير. ما علينا، اشنو كاين في هاد المكالمه؟ وتصوروا الهضره اللي كيقول داك الشر كبئتي، والله العظيم تتهربوا تمرقوا زائد 18 زائد 18 مع العيالات في الخاص. تصوروا واحد كيعاود على بيت النعاس بينو وبين مراته، الطريقه ديال النعاس بينو وبين مراته، والله يعمل اخويا ما تبقى الدور عيانة، الله يعمل ما تنف دير اللي بغات بيت النعاس مع راجلها، شغلها هذاك للبيوت يا اسرار، حنا ما كنبغوش اسرار يخرجوا. كاين شي واحد اللي غايقول لي العاقه كتهضر فيه، والله الهضره اللي كيقول هو ما كتقول العاقه، كثر 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 من داكشي اللي كتقول العاقه، شي حاجه كثيره، وانا كنمشي هنايا وكنفعل وانا كنخرج مع فلانه وانا كنمشي منا، السيد راه ما يمكنش، راه داك الملك الطاهر اللي كيبان لكم في الفيديوهات كتقولوا نتوما كلنا مرضي مهمتو دريويش، حيدوا هادشي. السيد مجهاد، السيد زاندل المجامر تحت منه، شي المجامر زاندل تحت منه، اللي تواصل معاها كيعاود لي على الطريقه ديال النعاس، واش كيبغي يصيد تا هو الضحايا ولا الله اعلم اخوتي. السيد تحت الصمت لتحت، عرفت شناهي تحت الصمت لتحت؟
انا شنو كيعجبني وشنو الطريقه وكيفاش وهذه والمشكلة شوف الناس اللي تواصلوا معاه خليوا لي التعاليق الله يرحم لكم الوالدين واش الهضره اللي كنقول لك كاينه ولا ما كايناش باش التعاليق باش نشوف شحال من تواصلت معاه راه كاع النهار واش هاد التليفون شي ديك الو خيتي بلات الو خيتي خيتي الو خيتي ديال سعاد بحالو حتى هو كثار هو اكثر من سعاد هو هو سعاد ما كتعوش العلاقه ديالها هو كيعاود العلاقه الحميميه بينه وبينه وبين مراته كيفاش كتكون وكيفاش كيدير ليها واش من البوزات راه كنحشم نوضح لكم بزاف الحوايج راه قسما بالله الا كان مرق كنبغي نوصل لكم معلومه وكان مرق الطريقه كيفاش غادي نقولها كنحشم انا عناقي الخبر وكنحشم وهو ما مرقش هو ولد الحرام من فعيلو ما مرقش اللي قال يتواصل يعاود على مراته هذه هو ملي صور لي الناموسيه كنت مطبعه بداك الشيء صافي عرفتو زيرو من الواحد كيصور بيت النعاس وكيصور الشوميز دنوي ديال مراته وراه كيقول لك قال لي ما انا ملي كنبغي نقصر ابا ديك المكالمه اللي خرجات مع ديك ابتسام ولا شكون هي هذيك السيد وراه كيقطع انتما كتضامنوا مع سعاد يا كنتو جمهور ديال سعاد وكنتو تقولوا لكلنا سعاد بقات فينا سعاد الام المكلومه هي سعاد دارت اخطاء ولكن كومي مرات حقرات سعاد السيد راه كيقطع ويشرك حتى في سعاد يلا شي سعاد كيقطع سعاد راه قال لك الكلبه والد الكلاب على سعاد سعاد رجعت كلبه الولاد قال لك اللي راضع من الكلبه راه كلب قال على ولاد بنات سعاد بحال هكا قال لي من اللي راضع من بزاف الكلبه راه كلب شكون هي الكلبه هي سعاد وراه ما كاينش الكلب الكبير قدك حتى هي المجرم هي اللي تعديتي على كومي ما خرجتي مع قاصيه تكون كبيره ولا كتكون صغيره كتبقى قاصر ديك الساعه ما ندرغوش في الغربه ماشي حنا ضد يوصل بواحد الموضوع لا حقا قول بات وسيدات ودارت لي كون كان راجل ما يفسدش نعرفوا انا راجل سمحوا لي اللي راجل ما يفسدش كيعرف طريق الله ويشد طريق الله ويشد الصلايه ويصلي الفجر ماشي بشي يخرج مع القاصرات وراه قالت في مكالمه راكم سمعتوه قال لك هي عندها 18 عام ايوا انا غنجيب اقل منها عندها 16 ولا 17 عام السيد باقي عنده داك الميول في دماغه السيد باغي غير الفلوس كيمثل في الكاميرا انايا وكيمثل داك الدور ديال الضحيه وكيمثل وكيتمسكن لانهم مسحور علاش باش يلمع ديك الصوره اللي خرجنا عليها حنا في الاول فهمت اش باغي يدير باغي يلمع الصوره ديالو هذيك الفضايح اللي فضحناها حنا نهار الاول باغي يخرج بواحد الصوره واحد اخر والملك الطاهر وحقا وتحقرو مسكين ولا داير المؤامره لسعاد داير هادشي كامل مؤامره غات امير العاقه بنت الحرام من فعيله العاقه ما كتسواش العاقه خايبه وتا هو خايب ما الاخر هذه هي اللي ما يبقى حتى شي واحد في التعاليق يكتب لي كلنا فلانه كلنا فلانه بغيتي اختي تضامني مع اختي حنا قلنا لك الحقيقه قلنا لك اختي شنو كاين شنو كاين وشنو كاين ولا كذبنا عليك خلينا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى الا كذبت عليك انا بعدا شخصيا في شي حاجه خليني بيني وبين الله سبحانه وتعالى على ان هادشي اللي كنقول لك كامل صحيح بغيتي اختي تضامني مع سيدي قناه وبقى تقولي كلنا فلان كلنا علان كلنا فلان هو يضرب الصرف على قلبه والسحمر في القطيع اللي متبعينه مع العلم ان اللي متبعينه راه مديونا هذا هي الكارثه العظمى وهذه هي الطامه الكبرى اللي مساندينه هما اللي كانوا كيساندوا الحق والقنوات المصداقيه اليوم شافوه خرج كيمثل عليهم دور الضحيه كلهم مشاو تعاطفوا معاه لا كلنا فلان مسحور مسكين سحرت لي شنيتيكا ما كاين لا سحور لا والو باش نبقاوش نروجوا لواحد المسائل هي خطيره نضربوا في الصوره ديال بلادنا انا براسي درت غلط قلت ان ساحر لي شنيتيكا انا براسي تقاولبت فيه ما نكذبش عليكم قلت واقيلا السيد مسحور السيد كيبان ماشي طبيعي ولكن من اللي سمعت اللي انا سمعته غيرت رايي ما كاين لا كلنا زهير ولا كلنا بعير حاشا المشاهدين العزاز السيد باغي تاجر بها حتى هو السيد باغي يخدم السيد راه كنتبع القنوات كاملين كيتفرج فيهم هذا اللي راضي على وحده سامع الخبره ديالها وسامع الخيخ ديالها في المحكمه وغادي كيولد معاها وكيبلاز معاها هذا غتقول لي نيه ما كاينش نيه هو في الخاص راه كيبين واحد وجه واحد اخر كيقول لي ما رضاش نخرج معاها وكنتلاقى معاها غير في الليل والنظره ديال المجتمع ملي هادشي كامل ناس مزوج بها ها علاش مزوج بها وبالز معاها وكتعاود الاسرار ديال بيت النعاس وكندير ليها وكيقول لي مع العاقه سخونه تصور كيقول لهم طيبه هو دا راجل اخوتي لا سمحوا لي انا شي واحد متخاصم معاه ولا ما نخرجش الاسرار ولو تكون هي كيما بغات تكون الراجل خاصو يبقى راجل ما نخرجش انا الاسرار ديال مراتي نعس معاه درت ليها فعلت ليها كذا للمتابعين وشاد ما انت مزوج ما خاصك تدار اصلا من العيالات
مزوج ما نهضرش ما نتواصلش مع العيالات، انا مزوج. ولكن هو لا حتى هو قال لك كل فيس في طورنو فيس، ولا ما عرفت كيقول لك كل طورنو كل فيس قصدي طورنو فيس ولا كل فيس، ما عرفت كي كيقولوا لهذا المثال بحال هكا. سيد باقي السيد واخا كبر قال لك كبير في القاع خاوي، السيد باقي باغي يزهو باغي ينشط وباغي يفوج وباغي يمشي يقصر وباغي يقلب على ضحايا وعلى ملا الضحايا ديالو اللي باقي ما بانوش. مبلي انا قال لك ملي كنبغي نقصر كنطلع القنايط راه كنزها ايه من زويناتك تضحك على بنات الناس. يوم ما تزيش رجعت عندك اللي ما عندوش اختو راه عند امه، راه والدك مراه واختك مراه وغتزوج بمراه وغتكون عندك بنت مراه، ماشي حتى ما عندكش اختك صافي تضحك على بنات الناس بالاخص القاصرات. والسيد عنده داكشي ميكس ما عندوش على القاصرات، عنده القاصرات والبالغات بجوج. قال لك حتى المهمات كيمشي معاهم اخوتي، كيعاود لهم كيقول كان صاحب ماشي وحده عندها 40 عام، كيعاود لهم قال لهم وحده 40 عام وكانت كدير وما كيجاوش النوامر ديال المغرب قليل الا من رحم ربي، كيجاوب لك هو غير النوامر ديال اوروبا. السيد راه هضرات معايا من اوروبا بلا ما نقلي ديطاي بزاف باش ما تعرفوهاش، راك معروفه كدير مداخلات مره في شي قنوات. المهم السيده من اوروبا هي اللي تواصلت معاه، والسيد تبجح لك وبدا كيحلها في فمو وداير تخيلته كيهضر وداير رجليه فوق الحيط. العاقه تصور شي اثر خرج الهربه ما يمكنش بزاف. مش عم خبيزته هذا، عم خبيزته بحريشته بمسمناته بغريرو بطبوطو، جمع كلشي داكشي اللي ما جمعتوش العاقه جمعو هو خايب. شجره اللي غيتناش مع شجره تزقهم كي بغيتو يكون، اللي غادي مع بنت بوكريشه كي بغيتو يكون. السيد راه كيشوف العيالات النهار كله، السيد راه كيبيع ويشري، ثم راه عارف البيع والشرايه، يشوف هادي غمزه يشوف هادي يضحك معايا يشوف هادي كيكون محكوك مبروط. السيد ماضي على جوج جوايه، دارو كياكل داره كياكل، وعاد دابا ميضاق الادسنس. ويلي كون كانوا عندي الفراده كنت تيري انا في المحساده، كانوا عندي الفراده بقى عاد تيري في المحساده. مرة كيقول لي واحد الكلمه اخرى انا ما بغيتش نقولها ليكم، كما قلت لكم اخوتي حيدوا العاطفه الله يرحم لكم والدي، ما يجيكم شي اعصاب وتمرضوا. يكفيكم الثقه اللي كنتو داير مسعاد وكتغوتوا النهار كله سعاد، لا للتنازل ما تنازليش يا سعاد، عافاك بنتك العاقه عامين وحنا كنخرجوا في الحلق واش خلاتها مولات الماسك تحيه لي من هذا الفيديو. في الاخر قالت لك لا ما نصيفطش بنتي للحبس، انا ماشي مجرمه، هي عندك الحق حنا اللي مجرمين وحنا اللي ما كنسواوش، تي ام صالحه على هذا الحساب. ولكن سعاد فعلا ظلمت ما نكذبو، سعاد ظلموت عدا وعي غير حقها ما بغاش تجيبو، ولكن هاد العاقه وهاد العاقه وهاد النمرود ديال النفس السبسي انا خوتي ولا لقيت شي حد ضامن معايا انا، لقى بعدا اللي ضامن معايا انا الضامن والله القسم الا حنا ولاد ديورنا، لا انا لا المتابعين لا اصحاب القنوات اللي معانا بعدا، والله العظيم الا حنا ولاد ديورنا ما كنعرفوش في هذا الشيء، وحنا عانيه على الواد اللي جاي دينا عانيه نيين عصا يقن ديك النيه وغادر ما عرفتش غتخرجنا هاد النيه، غتبقى تخرجنا في شي حيط عتابعينو على اللي قال اللي خرج يبكي نقول مسكين يا مسكين بقى فينا مشكينه بقات فينا ماش غدير غدا وتسناو الحلقه ديال غدا عاوتاني مشكينه درويشه مشكين شاحر ليب، وكان شي وحدين كاع مشاو للتعاليق كيعطيو الوصفات. ضحكتني في دوشانيل قالت لي خاصك دير الاستفراغ، والله ما كاينش اللي خاصو الاستفراغ غير داك التيا في دوا. وانا معاك انا معاك، هذا ما هو كل سبرديله لا صنداله لا بروتكال لا بوتيو، هذا هو كل ادسنس هادشي اللي كاين. راه ما كاين اخوتي تبقاو تقولوا كلنا ما وكلونا، ما كاينش هادشي، حيدوا العاطفه منكم. انا كنقول لكم السيد راه ممثل، السيد راه هنا مرود، السيد راه خبيت، راه داكشي اللي كيخرج راه الهربه. راكم تسمعوا انا راه قلت لكم كل ما خفت على المراه مزوجه انا ما فيهاش التسجيل، والله اخوتي ما فيا التسجيل قسما بالله وربي شهاد عليا، ما عمرني سجلت شي واحد في حياتي، عمرني سجلت شي واحد. اشنو كنسجل؟ شي حاجه الا بغيت غنساها مثلا كنكتبها في شي ورقه، شي حاجه اللي كنساها ابار الفيديوهات في حياتي اليوميه عاديه كنسجل شي حاجه باش ما ننساها، شي تاريخ شي موعد شي حاجه كنسجلهم، اما نسجل شي مكالمه ولا نسجل شي هادي الله يعطيني شي مصيبه، لا عمرني سجلت شي واحد، ما فياش القاعده مره. وبالاخص لعرفت شي وحده مزوجه ولا شي وحده تاقت فيا
ما نسجلهاش. اما هادو اللي كيتواصلوا معاه ما فهمتش انا، هاد العيالات اخوتي مزوجين يمشيو يتواصلوا معاه يعيطوا لي يعاودوا مع العلاقات الحميميه مع مراته. بنادم مالو للدرجه انت ما عندك راجل يحكمك تواصلي مع الرجال في هاد الهربه؟ والله الا لا حق بغيت نقلق له، انت راه خاصني يعطيك القلقوله ماشي تقلق لي. لا بغيت نجيب لكم اخباره واحد انا ما اشوفه، اسمحوا لي عاوتاني، واحد مزوج بوحده ومحملها ويسمع الناس كيعايروا فيها في التليفون وهو كيتصنت، هذا ماشي راجل. هي خايبه وخبيته وما تسواش العاقه، ولكن لا عاوتاني تلاقيت مع اخوت متفارق اخوت، ياك انت كنتي عاطيها 8 مليون يا ويا شرك بئتي، ياك موك عاطيه 8 مليون لمفارقع باش ديروا التنازلات والاعترافات اللي اعترفتي بها مصيبه كحله في داك الاوديو. لا حقا قال لك كنا متفقين غير باش تزوج بيا ونخرج، ايوا هنا راه التحايل على القضاء، هذاك راه التحايل على القضاء، فهمتي؟ العاقه مجبده، العاقه من الحرام مقرصه، خزنات الاوديو حتى الفرصه المناسبه وجبدات لك. اسيري لي هذيك الحجله، انت ليش كتقول هادي اخوتي؟ ما عرفتش باغي كتخبر عليا الحجله على الصباح، سيري الله بقيت نبحث تما تاع الصباح اللي خلاها زهير كمي قط قط ها سيري تلعبي لي هنينا، خلينا نقول المعلومات للناس. كما قلت لكم اخوتي حيدوا العاطفه، زيرو عاطفه صافي. سير اخوتي لا نكذب عليكم، تبعوا قنوات بصداقيه اخبارهم ولكن بلا عاطفه. وسيد حل القناه غاو البارح ولا 10000 لايك، يلا زيدوا ديالنا. قال لك مشجعين وضد في العاقه يا ودي يا ودي، قال لك تيجعوا ضد فيكم نتوما، هادشي اللي كنقول لكم انا قسما بالله. شوفوا انا راه قلت لكم ما تسمحوش ليا الا كذبت عليكم شي كلمه، ما تسمحوش ليا تغدا قدام الله الا كذبت عليكم شي كلمه. هذا راه واحد النمرود، هذا راه هذا، شوف هذا العافيه تحت التبن تاعو، تا هو عارف كيفاش يخدم. علاش ما خرجش الاسرار من النهار الاول، نهار اللي حل القناه؟ مالو ما سربك لينا قضيه التلفازه وقضيه الناموسيه وقضيه الشوميزر وقضيه الخوامي باش تعرفوه مطور ومجبد؟ خلى القضيه حتى شدات، خلى القضيه حتى تفعلات ليه القناه، تتفعلت ليه القناه باش تخلص. عاد داك يخرج لينا هو، عاد السيد يصور ناموسيه والشوميزر والتلفازه مهرسه، التلفازه عاد هرسه من بعد باش تعرفوا السيد راه الله القاسم الشخصيه ديالو الحقيقيه. الناس اللي كيمشيو يشوفوا في راه كاين الناس كيعرفوه، الناس تما الناس فاس راه كيعرفوه تما في المحل كيفاش كيبيعوا يشريوا داكشي. السيد راه كاين غطاسه والقرطاسه وكبيليه وسقينيها، سقيني يا ساقي سقيني. وسينا من الحجله جات البقره. المهم اخوتي هذا الفيديو غيدوز برعايه الحيوان. المهم تحياتي لكم اخوتي الاعزاء، كما قلت لكم هادشي راه غير المتاجره، ما ديروش عقلكم شي حوايج اللي غتحماقوا فيهم. تحياتي لكم.